دلتا فورس الأمريكية القوة الأكثر تدريباً في العالم وصلت إلى دولة أوروبية قريبة من إسرائيل. ما هي قوة دلتا وما أسباب وجودها؟ قوة دلتا هي إحدى وحدات المهام الخاصة الأمريكية التي تركز بشكل أساسي على مهمة مكافحة الإرهاب، وهي وحدة انتقائية وسرية تعمل تحت قيادة العمليات الخاصة المشتركة وفق موقع ميليتري العسكري. هذه القوة موجهة خصيصاً للقتل والقبض على أهداف ذات قيمة عالية أو تفكيك الخلايا الإرهابية، وتقوم بعمليات إنقاذ الرهائن، فضلاً عن خدمات الحماية رفيعة المستوى لكبار القادة الأمريكيين خلال الزيارات في البلدان التي تخوض حروباً. دلتا ستقوم بشكل أساسي بتقديم المشورة بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس لوحدة استطلاع هيئة الأركان العامة التابعة للجيش الإسرائيلي. قوة دلتا تأسست عام 1977، ومعظم عناصرها من جميع وحدات الجيش بما في ذلك خفر السواحل والحرس الوطني، وتعتبر هذه القوة واحدة من أهم القوات التي قامت تاريخيا بمهام إنقاذ رهائن على مستوى العالم.